السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف الزمالك المصري بعد فوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري اليوم في دوري أبطال إفريقيا ودربكة نتائج المجموعة. يعني أنت عندك الترجي كسب شباب بلوزداد في الجزائر 1-0 في الوقت القاتل، وشباب بلوزداد كسب الزمالك في مصر 1-0، والنهارده المريخ السوداني بيفوز على شباب بلوزداد 1-0، تدرج في النتائج كبيره جدا. بيتصدر المجموعه الترجي التونسي، يمكن هو الاقرب الى الصعود، لكن العمليه مش سهله. يعني انت عندك المريخ السوداني النهارده عنده 4 بونت، وعندك شباب بلوزداد 3 بونت، والزمالك في المركز الاخير. الزمالك في المركز الاخير، ماتش مهم جدا مع الترجي التونسي الاهم فيه. في ناس بتقول انت بتطالب الزمالك بالفوز، انا بطالب الزمالك ان انت ما ترجعش بالهزيمه. انا بطالب الزمالك ما ترجعش مغلوب من تونس. هترجع متعادل، تعالى متعادل، ما تلعبش زي السنه اللي فاتت كنت بتلعب والسنه اللي قبلها بتلعب على الفوز خارج ارضك، فتطلع النتيجه بشكل سلبي، هجوم وضغط ومساحات في خط الدفاع وانت بتلعب في خارج ارضك. انت هنا برضه لسه بدري، الموضوع لسه بدري، ما اتحسمش. الموضوع كله في لخبطه في المجموعه، في لخبطه في النتائج. المجموعه طلعت صعبه غير ما اي حد متوقع، المجموعه صعبه. وصعود الزمالك ان شاء الله الزمالك هيصعد، بقى له 3 سنين العمليه ضربه خالص. يعني حتى في دوري المجموعات بالذات بتلاقي الزمالك في الدور الاولاني بدون فوز، الدور الاولاني بدون فوز، بيتعادل على ارضه وبيخسر خارج ارضه، يعني نتائج غير طبيعيه. والسنه دي خسر جوه ارضه من شباب بلوزداد 1-0 في مباراه كان هي الافضل، نفس الشكل. يعني تلاقي الزمالك بقى له 3 4 مواسم بيلعب هو الافضل، ولكن الكره مش عايزه تدخل جون، تيجي قدام الجون مش عاوز تدخل بيه. الموسم اللي قبل اللي فات ولا اللي قبل قبله مع باتشيكو الزمالك قدم كرة جميلة جدا، وانا بعترف ان باتشيكو يا جماعة مدرب، باتشيكو مدرب، وبعدين مشوه جابوا كالدرون في الدور الثاني فحقق انتصارين. برضو كان في عملية حصلت بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر، وصعد مولودية الجزائر مع ايه؟ مع الترجي التونسي. دي حادثة معروفة يعني طبعا، وفق كان الزمالك يعني بالافضليه والاحقيه ان هو يسحب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، المهم ان الزمالك يركز النهارده وبكره ان شاء الله باذن الله في مباراه الترجي التونسي، مباراه صعبه جدا. الترجي عنده 6 بونت بيتصدر المجموعه، المباراه على الارض تلعب وانت مستريح، هم بيلعبوا بثقه، المباراه على ارضهم التعادل في مصلحته، لكن هم هيلعبوا على الفوز، لان انت ما تعرفش الدربكه هتحصل فيها ايه. المريخ السوداني يعني خسر في اللحظات الاخيره بعد المباراه ما خلصت في تونس 1-0، ولسه في قضيه مشغله في موضوع ماتش المريخ السوداني مع الترجي التونسي. ليه؟ قال لك ان في 4 تغييرات حصلوا في 4 توقيتات مختلفه، يعني في مشكله في التغييرات اللي تمت بالنسبه للترجي التونسي، ودي شكوى كان قدمها المريخ السوداني او عشان نتيجه المباراه. هيتبس فيها طبعا وتطلع النتيجه بتاعتها، ايه اللي هيتم فيها الله اعلم. ايه المطلوب من الزمالك؟ الزمالك يحافظ ويكسب جوه ارضك. عندك ماتشين مهمين جوه ارضك، ماتش المريخ السوداني وماتش الترجي التونسي. يعني انت هتلاعب الترجي النهارده بكره، وبعدين الماتش اللي بعده على طول هتلاعب الترجي، رايح جاي. ماتشين ورا بعض الترجي. فانت عايز منهم تجمع منهم نقط عشان تدخل في معمعة الصعود، وان شاء الله باذن الله. يعني شباب بلوزداد عمال بيخسر في نقط، الدنيا ملخبطه معاه، والمريخ السوداني كل فرق بتوقع نفسها في المجموعه دي. مجموعة عربية صعبة، كورة يعني نتائج قريبة، مفيش فرقة بتكسب 2 ولا 3، لا الفرقة كلها بتخلص الماتش بواحد ولا بتاع، مستويات متقاربة. وهي الكورة عامة أصبحت كده متقاربة في النتائج والمستويات بين الفرق الكبيرة اللي بتوصل دور الثمانية. وأنا شايف إن البطولة دي يمكن من أقوى بطولات دوري أبطال أفريقيا في الفترة الحالية. الهلال السوداني بيكسب الأهلي، والمريخ السوداني النهارده بيعمل نتائج كبيره جدا. حتى الهزيمه اللي اتغلبها من الترجي 1-0 كانت بعد الماتش ما خلص، في ماتش قوي جدا، وفاز على الشباب بلوزداد 1-0، وشباب بلوزداد كسب الزمالك 1-0، والترجي كسب 1-0 على شباب بلوزداد. يعني نتائج كلها 1-0 في تعادل، في نتائج كلها قريبه من بعضها. الزمالك الحذر من الهزيمه من الترجي، الحذر من الهزيمه من الترجي، ومش عايز الاعلام يضغط الزمالك لازم تفوز، لا مش لازم تفوز. أنا وجهة نظري ترجع بنقطتين حتى تكون وقفت من الترجي عند 7 بونت، ما تخليش الترجي لو فتحت خطوطك والترجي كسب ضمن الصعود. فأنت خسرت مقعد إن هو خلاص ضمن الصعود، وأنت كده دخلت نفسك في أزمة، والترجي عنده مجموعة من اللاعبين يمكن مستواهم أعلى من السنة اللي فاتت كتير.
والبطولة إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن تكون للزمالك بفضل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.